وفي خلا بتقول لك مش شباب مثلا بيركي بتقول لك ما في شغل وما في شغل. طيب انت بيرك انت اذا ملت على حيط بتطبه يعني عدم مؤاخذه، والشغل فيه يعني الحمد لله وين ما رحت في شغل. انا اسمي وليد، كنت قبل اشتغل نجار عربي ودقر الشغل، طلعنا هيك الوضع مو مزبوط، اجتنا فكره انه نشتغل بالبوظه، جبنا ماكينه بوظه على سياره هوندا قصه بيقولوا لها. اول شيء اشتغلنا فيها الحمد لله يعني تمام، بس شمس وتعطل البوظه من الحكي. اجتنا فكره نشتري مثل هاي السياره انه بتحمينا من الشمس، بتحمي الحليب، بتحمي كل شيء، واشتغلنا عليها الحمد لله، يعني صار الوضع احسن الحمد لله. يعني انا بطلع من 10 من البيت بجهز بين ما اعبي مازوت، هو الحليب بيجي لعندي الساعه 6 بين ما نغليه وبين ما انه نبرده وعلى من هالحكي يعني للعشرة، بكون انا شو عبيت مازوت جهزت الامور يعني بنمشي من هون بال 11 الا ربع. والاولاد بينبسطوا مثلا بيجوا مثلا نحن بندور بادلب ما بنوقف، بندور بادلب كلها بالناعورة حي الجامعه بشمالي بالبقعة من هالحكي، والاولاد يعني وقت بيشوفونا بكيفوا انه بيطلعوا على السياره هن بينبسطوا انه طلعت السياره اكثر ما يشتروا. ايه واللي احنا حاطين لهم انه مثل الانشودي هاي اطفال، ايه وعلى صوتها هن بيجوا لعنا بيشتروا. والحمد لله يعني تمام الوضع، يعني الاولاد وقت بيسمعوا الصوت يعني من اخر الحاره بيرقدوا بضحكتهم وبيجوا بدهم يطلعوا على السياره، واللي احنا من داريهم طبعا يعني اللي احنا ما بنخلي علينا هدول طبعا اولاد كلياتنا عنا اولاد. يعني هذا الشيء اللي احنا بنحبه وقت بنشوف الولد هيك مبسوط وقت عم يرقد لعندك، اللي احنا بنلاقي له انه بنشيله وبندير بالنا عليه وشوي شوي وبننزله وبنقطعه من هذا الحكي. كثير خلق عملت سيارات مثل هاي اكس بريكس، عملت فتحتها مثلا مثل محل سميني، يعني المهم ما بركيت اصبح في شغل، يعني واحد اذا ساعه وفكر بيمشي الحال الحمد لله.